أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كوتش الصحافة نبدأها بالعناوين. عدن تايم، تظاهرة في عدن ضد من يحملون البنادق ويطلقون الرصاص. من الموقع بوست، الميليشيا تختطف مواطنين بالصلو بعد مداهمتها لعدد من القرى. ومن موقع المشاهد نت، التعليم العالي يتراجع في مختلف الجامعات اليمنية. وأخيرا من صحيفة الخليج، الانتهاء من تفويج الحجاج اليمنيين إلى الأراضي المقدسة. أهلا بكم. نطالع في أحد تقارير يمن مونيتور تصريحا لمدير البحث الجنائي بصنعاء يشير إلى مستوى التدهور الأمني في المدينة، حيث قال المقدم عبد القادر المتوكل مدير مكتب البحث الجنائي في مستشفى الجمهوري: يوجد لدينا 40 جثة على ذمة قضايا قتل وأحد عشر جثة موت طبيعي، وقد دفن ما يقارب 200 جثة في مقبرة جماعية بشيراتون بعد توجيه النائب العام ونشر إعلان في الصحيفة لمدة 10 أيام. ومن بين 40 جثة 3 جثث لنساء، هن عروس السنينة والمذيعة جميلة جميل التي وجدت مقتولة في أحد الفنادق في العاصمة ولم تعرف ملابسات قضيتها حتى الآن. كان الموقع قد أعاد فتح ملف قضية مقتل عروس سنينة التي نفت ميليشيا الحوثي حدوث الجريمة أصلا، لكن زوج المقتولة قال للموقع: لا تزال قضية مقتل زوجتي حبيسة الأدراج مع بقاء المتهمين بالجريمة خارج السجن. صبريا الصولي المقتولة في اليوم الرابع من زفافها في شهر مايو أيار الماضي يتيمة الأبوين، وكانت تعيش مع جدتها لأمها قبل أن تزف عروسا إلى نبيل الحيمي، وتنتهي حياتها قبل أن تبدأ، وبين ليلة وضحاها تتحول المناسبات السعيدة إلى مآس ومآتم كهذه القصة. في موقع الموقع بوست ورد خبر من إحدى مديريات تعز المحاصرة بالحرب وعنوان الموقع: الميليشيا تختطف مواطنين بالصلو بعد مداهمتها للقرى وتهديد بتفجير المنازل. قال الموقع أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية اعتقلت عددا من المواطنين خلال حملة مداهمات وتفتيش في قرى مختلفة من عزلة الضعة بمديرية الصلو في ريف محافظة تعز. ووفقا لمصادر محلية، فإن الميليشيا الانقلابية داهمت منازل المواطنين في قرى أعماق والزنح والذنيب والمعينة بعزلة الضعة بقيادة القيادي الحوثي المكنى بأبو علي الوراسي. أضاف الموقع أن الميليشيا قامت باعتقال عدد كبير من المواطنين من بينهم أطفال، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، كما قامت بالعبث بمحتويات منازل المواطنين والاعتداء على النساء. الرئيس السابق وصف لرؤساء دول أخرى، رؤساء زاولوا مهام الرئاسة بجدارة واستحقاق، وحينما آن أوان تقاعدهم تقاعدوا كما ينبغي لرؤساء أنجزوا واستراحوا وأراحوا. هكذا بدأ هائل سلام مقاله المنشور في الموقع الموقع بوست مضيفا في أجزاء منه: الرئيس السابق وصف لا يصلح لوصف علي صالح الذي لم يشعر يوما أنه كان رئيسا حتى وهو في أزهى فتراته في السلطة. فالرجل بسبب من شعور دائم لديه بعدم الجدارة والاستحقاق يساوره شعور دائم بإثم الاغتصاب وقلق المصير. لم يشعر يوما أنه رئيس حتى وهو في الخدمة، إذ عاش مفتقدا للشعور بكونه رئيسا حقا، ما جعله يسعى صباح كل يوم ليثبت لنفسه أنه رئيس، مرة بالخروج لتفقد السيل ومرة أخرى للخروج لشراء العنب. حكم وعلى الأحرى تحكم 33 عاما، ولكنه لم يعش يوما إحساس الرئيس المستحق والمقتدر الجدير فعلا بمركزه ومنصبه. ولذا حينما تم خلعه وهو المخلوع حد وصف اللجان الشعبية الحليفة له، لم يقنع أو يقتنع بكونه مخلوعا أو حتى رئيسا سابقا أو أسبق، إذ لم يشعر يوما أنه كان رئيسا أصلا، فكيف سيشعر أنه رئيس سابق أو أسبق؟ ولذا فحينما خلع قسرا عن الرئاسة
راح يلقب نفسه بلقب الزعيم تعويضا عن شعور لم يشعر به يوما، ولكن إن كان غير صالح ليكون رئيسا أو زعيما وهو في الخدمة، فكيف سيكون زعيما وقد خلع أو انخلع؟ تملكه شعور بعدم الجدارة والاستحقاق، وساوره شعور دائم بإثم الاغتصاب، واستبد به قلق المصير، وسيمثل ذلك تفسيرا دائما لسلوكه الغريب العجيب طوال مدة حكمه أو تحكمه المديد. مركبات النقص في شخصيته تفسر كل سلوكه السياسي، وإلا فإن في معظم دول العالم رؤساء سابقين يكتبون مذكراتهم ويعملون كمستشارين ومحاضرين في مراكز أبحاث ودراسات دون صور ودون فصام بين دور الرئيس السابق ووهم الرئيس اللاحق، بين صورة الرئيس الساحق الماحق الذي يسحق الوطن ويمحقه لأنه لم يقتنع لحظة بكونه رئيسا جديرا ومستحقا. الوطن يعيش عقد الرئيس غير الرئيس ويدفع ثمنها كل يوم. إلى موقع عدن تايم، والذي عنون في أحد موضوعاته: ناشطون وأهالي ضحايا السلاح المنفلت يطالبون الدولة بمنع حمل السلاح في عدن. قال الموقع: نظم ناشطون وأهالي ضحايا السلاح المتفلت وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بوضع حد للسلاح المنتشر والذي أدى إلى وقوع جرائم متتالية، وطلبوا بمنع حمل السلاح في العاصمة المؤقتة. يضيف الموقع: حمل الناشطون والأهالي لافتات حمل الأهالي والناشطون لافتات كتب عليها عبارات تطالب المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حمل السلاح والحد من انتشاره ومواجهة الانفلات الأمني، وطلب المحتجون الدولة بتحمل مسؤولياتها لأنها المعنية بحماية أمن المواطنين وملاحقة المرتكبين ووضع حد لحمل السلاح وتفعيل دور القضاء والنيابات وإصدار توجيهات لقوى الأمن بمنع حمل السلاح في المآتم والأعراس والمناسبات العامة. نقرأ لكم عددا من العناوين البارزة التي تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها: سفير أمريكي سابق في اليمن، عودة صالح أو عائلته للحكم كارثة، وانهيار علاقته مع الحوثي أمر محتوم. وعنوان آخر: التحالف يطالب الصيادين في خليج عدن بالابتعاد عن السفن الحربية وخطوط الملاحة الدولية. ومن الضالع: مسلحون يغتالون قياديا بارزا في الحراك والاشتراكي بالضالع. ومن صنعاء: آلاف الحوثيين يحتشدون من صعدة ويتمركزون قرب مطار صنعاء. صراع اللصوص في اليمن، تحت هذا العنوان كتب محمد يوسف مقاله المنشور أولا في صحيفة البيان، وجاء في المقال: يحشد مدمر اليمن المخلوع عن الرئاسة والزعامة مرتزقته الذين يتحركون مقابل ما يدفع لهم في ميادين صنعاء، حيث يجتمع الناس ويحلم بمليونية كما يقول، ليثبت أنه ما زال قويا وأنه ند للحوثيين الذين سرقوا منه الغنائم، وهو لا يزال يدفع من حصيلة ما سرقه طوال 40 عاما، ولا يريد أن يعترف بأن التاريخ تجاوزه وأن الأحداث أكبر منه. فالذي يحدث في اليمن لا علاقة له بالتوزيع القبلي والولائي العشائري، وقد اكتشف أخيرا أن الحوثي يأتمر بما يملى عليه من طهران ولا يتحرك بعيدا عن دوائر المصالح الإيرانية، وهو لا يمثل صعدة أو أهلها أو قبيلة من قبائلها، وهو لا يثق بمن اعتاد خيانة أصدقائه وعدم الالتزام بتعهداته. فخرج كبيرهم المدعو عبد الملك ليحشد له قبل أن يحشد هو، وانتشر أنصار إيران في شوارع صنعاء منذ أول من أمس، استولوا على كل المواقع التي يحلم علي صالح بالتمركز فيها، وهدده مباشرة بعد أن أمر بنزع صوره من الشوارع واللوحات الإعلانية في صنعاء. فرد صالح على التهديد بتهديد، ولاحت في الأفق أنهار الدم التي يمكن أن تسيل إذا اصطدم السراق ببعضهم بعضا. كان اليمن ينتظر حلا، ولكن أصحاب الأطماع الشخصية ومنفذ الأجندات الأجنبية لهم رأي آخر، وكأنهم لم يشبعوا بعد من الدم الذي سال. التعليم العالي يشهد تراجعا كبيرا في ظل هذه الأزمات المتفاقمة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي تتوالى وتضع اليمنيين أمام واقع مر. يقول موقع المشاهد نت، والذي نقل مجموعة من آراء الملتحقين حديثا بالتعليم العالي
وقال أحدهم للموقع إنه أثناء تنسيقه في أكثر من كلية بجامعة صنعاء لاحظ الانكسار بدا على المئات من المتقدمين، وأن الكثير ممن تقدموا لاختبارات القبول لم يكونوا جادين في مسألة خوض تلك الاختبارات بحماس وتنافس. السبب في ذلك حسب حديثه يعود إلى الأوضاع والظروف الاقتصادية بشكل عام، حيث أن الكثير من المتقدمين كثير من أبائهم يعتمدون بشكل أساسي على الراتب المنقطع منذ 10 أشهر، ولهذا نراهم غير جادين وغير مستعدين للالتحاق في التعليم العالي هذا العام. محمد حاتم أحد الطلاب في كلية الطب البشري يقول للمشاهد نت أن هناك تراجعا ملحوظا في أعداد المتقدمين مقارنة بالأعوام الماضية، فعلى سبيل المثال كان يتقدم في كلية الطب البشري بجامعة صنعاء 7000 إلى 10000 طالب، لكن هذا العام بلغ عدد المتقدمين قرابة 4000 متقدم، ما يعني أن هناك تراجعا في التعليم الجامعي بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يخضع لها اليمنيون والتي تتفاقم مع استمرار الحرب. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. المنصة برنامج تفاعلي نقترب منكم به أكثر، نعرض همومكم ونواكب اهتماماتكم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة، نتشارك النقاش معا حول أبرز القضايا بحثا عن الحلول. المنصة، لأن بلقيس صوت اليمنيين. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد تحدثت عن جوازات السفر اليمنية المحظورة وقالت توفي والد سامي جميل في أحد مستشفيات صنعاء بعد فشله في الحصول على جواز سفر من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بهدف نقله إلى الخارج إلى خارج اليمن لتلقي العلاج. تضيف العرب الجديد أصيب الرجل بتليف في الكبد وأدخل إلى غرفة الإنعاش ليظل في غيبوبة طوال أيام، نصح الأطباء بنقله إلى الخارج لتلقي العلاج، وعندما ذهب جميل لاستخراج جواز سفر لوالده اكتشف أن جوازات السفر الصادرة من صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين محظورة ولا يمكن لحاملها دخول أي مدينة أو أي دولة. يضيف جميل للعربي الجديد اضطررنا للسفر إلى مدينة مارب لاستخراج جواز سفر من خلال تقديم تقرير طبي بالحالة وما يثبت حاجة الوالد إلى السفر بصورة عاجلة، والسفر إلى مارب والإجراءات المطولة في إصدار جواز السفر كانت سببا في وفاة والده. الحكومة اليمنية كانت قد قررت في مارس الماضي إلغاء جوازات السفر الصادرة عن المؤسسات التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين في إطار مساع لتجفيف مصادر تمويلهم، وأصدرت تعميما إلى سفارات جميع الدول بعدم التعامل مع جوازات الحوثيين، وهو ما جرى العمل به مباشرة. صحيفة الخليج نقلت عن وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية إعلانه الانتهاء من تفويج الحجاج اليمنيين إلى الأراضي المقدسة. قال الوزير عطية في تصريح لوكالة الأنباء سبأ إنه تم الانتهاء من تفويج 24,255 حاجا يمنيا إلى الأراضي المقدسة، وأضاف الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا يحتم علينا جميعا استشعار المسؤولية الدينية والوطنية في خدمة ضيوف الرحمن. صناعة الإرهاب بين الأيديولوجيا والاستبداد، تحت هذا العنوان كتب الدكتور عمر عبد العزيز مقاله المنشور في الخليج، وأضاف الكاتب يتجول الإرهاب في طول وعرض العالم، وعند كل نائبة إرهابية ينبري الدواعش الطارئون على الجغرافيا والتاريخ للتباهي بأنهم وراء مثل هذه العمليات الجبانة التي تدخل في باب الفوضى الدموية المعطلة لانسياب المصالح الطبيعية بين البشر وتعميق ثقافة الريبة والكراهية بين المتساكنين المتعايشين المتواشجين في العالم الكبير. تدخل الآلة الإعلامية المخاتلة على خط التصعيد والتهويل لتصبح الحوادث المألوفة هنا وهناك تحت طائلة الشك والبحث عن الإرهابي المختفي وراء تلك الحوادث. يدخل في هذا الباب حرائق الغابات في الصيف واشتعالات التماس الكهربائي والحوادث الجنائية الفردية والحوادث المرورية في البر والبحر والجو، وصولا إلى معقول لا معقول.
من خلال الفيروسات المداهمة والتغيرات المناخية غير المألوفة والتي تتكفل هوليود السينمائية بتغييرها على قوى الشر الإرهابية النمطية ذات الملامح الشرق أوسطية. ويتبارى خفافيش الوسائط الرقمية الصفراء في البحث عن انفرادات خبرية في بورصة العرض والطلب، فيتخلون عن أبسط قواعد المهنة ويتبارون في تعميم الخراب والموت، وكأن العالم خلا من الخير والنماء والتطور. وما يزيد الطين بلة تنامي التأثير السلبي لإعلام الوسائط الاجتماعية المتحرر من كل مسؤولية والمؤثر بصورة سيكوباتية على ملايين المنخرطين في ماراثون التفاعل اليومي والمحادثات البيزنطية وتسويق الاستهامات والأكاذيب في سابقة لم يشهد لها العالم مثيلا، حتى أن الدول تعجز تماما عن ضبط هذا الانفلات المعلوماتي الخطير، بل وتتخلى جبرا عن نواظمها الإعلامية المحكومة بقدر ما من المهنية والمرجعية الأخلاقية والتربوية. وصفت هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2016 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكما تقول شبكة البي بي سي، بأنه مثير للفزع في كتابها الجديد، وقالت إنه أثار فزعها في مناظرة في الانتخابات الرئاسية. كلينتون قالت إن ترامب جعلها تشعر بعدم ارتياح لا يصدق، وأنها كانت تشعر بأنفاسه على رقبتها وهو يخطو جيئة وذهابا خلفها. وكانت مجلة بوليتيكو قد قالت إن المناظرة بينهما أبشع مناظرة شوهدت على الإطلاق. كلينتون قالت وهي تقرأ جزءا من كتاب سيرتها الذاتية باسم ما حدث الذي سينشر لاحقا على شبكة MSNBC أنها لم تكن تعرف كيف يجب عليها أن تتصرف عندما صعد الاثنان إلى خشبة المسرح في مناظرتهما الثانية في أكتوبر الماضي. وأضافت كانت خياراتها هل تبقى هادئة وتحتفظ بابتسامتها كما لو كان لم يقم مرارا بالتطفل على حيزها الشخصي، أو هل تلتفت تبادله نظرة مباشرة وتقول له بصوت واضح عال: تراجع أيها الشخص المفزع، ابتعد عني، أعرف أنك تحب أن تخيف النساء ولكن لا يمكنك إثارة ذعري. صحيفة البيان قالت بأنه تم العثور على السفير الروسي في السودان ميرجياس كرياسا شيفرينسكي جثة داخل منزله في الخرطوم بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السودانية. مسؤول كبير في الشرطة السودانية طلب عدم كشف هويته، قال لوكالة فرانس بريس إنه وفقا للعناصر الأولى من التحقيق فقد تم استبعاد فرضية حصول جريمة قتل، والسفير الروسي توفي بينما كان يسبح في حوض السباحة بمنزله. وزارة الخارجية الروسية أكدت وفاة السفير الروسي لدى السودان داخل مقر إقامته في العاصمة الخرطوم. وصرح ممثل السفارة الروسية في السودان لروسيا اليوم أن السفير الروسي توفي داخل منزله في الخرطوم إثر نوبة قلبية. صحيفة القدس العربي تساءلت هل تعرفون الكلاب الزرقاء؟ قبل أن تعود للإجابة على تساؤلها بالقول إنها ليست فصيلة مكتشفة حديثا بل ضحايا التلوث. ووفقا لصحيفة الجارديان فإن 11 كلبا تحول لونها إلى اللون الأزرق بعد أن كانت تشرب من مياه نهر ملوث، وصارت تتجول في مدينة مومباي الهندية بشكل يثير الاستغراب ويدفع السياح إلى التقاط صور لها. كانت مدينة مومباي على ما تنقل الصحيفة البريطانية قد أعلنت إغلاق شركة صناعية إثر اتهامها برمي نفايات سامة في نهر كاسادي المحلي. في هذه النفايات جعلت من السكان يتقدمون بشكوى لدى مجلس مهاراتشا لمراقبة التلوث، لا سيما أن حيوانات كثيرة تسبح فيه. صور الكلاب الزرقاء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث تؤكد الصحيفة أنها تحولت إلى نجوم. أمصال ضد الوهم، تحت هذا العنوان كتب الأردني خيري منصور مقاله المعاد نشره في موقع بلقيس مضيفا: أجريت ذات يوم مسابقة بين اثنين من الرسامين، وكان كل منهما قد رسم عناقيد من العنب تحيط بها ثمار مختلفة الأشكال والألوان. وطلبت اللجنة المحكمة من الرسامين أن يغطي كل منهما لوحته بستارة قبل أن يتم الكشف عن اللوحتين، وما إن رفعت الستارة عن اللوحة الأولى حتى تحلقت حولها الطيور التي كانت تحلق في القاعة الواسعة ذات السقف العالي، ما دفع اللجنة المحكمة
إلى الاعتقاد بأن اللوحة التي خدعت الطيور بلغت حداً من الكمال يؤهلها بالضرورة للفوز. وحين طلب من الفنان الآخر أن يرفع الستارة عن اللوحة، ابتسم وقال بأنه رسم ستارة فقط، وبذلك خدع البشر ومنهم اللجنة المحكمة، ولم يخدع الطيور فقط كصاحبه، وانتهى الأمر بفوزه. وغالباً ما تروى هذه الحكاية في سياق يتجاوز الرسم والستائر والطيور، والهدف منها هو دفع الإنسان إلى توقع ما هو أبعد مما يراه. فإذا كان هناك من خدع الطيور التي صدقت بأن ما رسم من عناقيد هو واقعي، ففي المقابل هناك من يستطيع خداع أبصار البشر. وقد تكون الحكاية رمزية أو وقعت بالفعل قبل عدة قرون، لكن ما يتبقى منها هو تلك الحكمة أو الموعظة التي تتلخص في أن من يعتقد أنه الأذكى والأجمل والأكمل عليه ألا يستغرق في أوهامه، وأن يتخيل دائماً من هو أذكى منه. فالذكي هو من لا يقع ضحية الوهم بأنه أذكى البشر. الكثير من الأحداث المتسارعة والمتغيرة والتي حدثت في العالم نقلتها صحيفة الديلي تيليغراف على شكل صورة باهرة، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.